الاسباني، غير طبعا بيرس مورجان. المصريين عملوا الواجب وزياده مع جاري نيفل اللي اخذ من الردود كتير جدا، مش بس المصريين، لا بصراحه المصريين وانجليز كمان يعني اخذوا حق محمد صلاح. فمحمد صلاح يعني الناس كلها بتحبه والناس كلها بتاخد حقه، فما تقلقش يا محمد كلنا وراك ضد اي حد بينتقدك باسلوب غير لائق. خلاص محمد صلاح، نروح بقى للعيبه المصريه المحترفه في سواء في اوروبا او في الخليج. وواحد من يعني هو صاحب جنسيه مصريه لكن صاحب لمسات برازيليه، حسين الشحات وتالقه مع نادي العين الاماراتي ومباراته الاخيره امام نادي الوحده اللي بيساهم في اكتر من هدف، بيحرز هدف رائع جدا. عجبني حسين الشحات بصراحه، بيتالق وبيبدع في الدوري الاماراتي. ممكن حد يقول الدوري الاماراتي مش دوري قوي، لكن انا بحاسب اللعيب على مستواه في الدوري، متالق واخد يعني زي ما بنقول نجم الشباك الاول في الامارات، وواحد من المرشحين بقوه للانضمام الى منتخب مصر في المعسكر القادم ان شاء الله. وليه لا ما يكونش موجود مع منتخب مصر في كاس العالم؟ انا عارف ان المنافسه شديده جدا ما بين اللعيبه المصريه وبعضها وكده، ويعني ويدل على كلامي ان معظم اللعيبه خرجوا اعارات في الدوريات الخليجيه. تعالوا نشوف حسين الشحات وتالقه امام نادي الوحده ونرجع نكمل مع حضراتكم. كرة عن طريق عمر عبد الرحمن، يأتي بكرة جميلة وبعد ذلك المحاولة محمد عبد الرحمن، هذا الشحات كرة تلعب خطيرة، جول جول! العيناوي يتقدم، العيناوي يتقدم، والأمة العيناوية في المدرجات. هدف للعين، هدف يستحق العيناوي، نعم، لأن البداية، السيطرة، الوصول للأمام، تلعب في المكان الخطير، هذه كرة خطيرة، فرصة، جول جول! رهيب العيناوي، رهيب العيناوي، رهيب العيناوي في الشوط الأول، رهيب العيناوي بالفعل. كانت الامور ممكنه، وجوجاك البديل ياتي بكره قويه، جول جول! نعم، يعود العنابي، يعود العنابي من البديل، البديل وينه من زمان، الوحداوي يقول وينه من زمان يا ريجيك. ويعود العنابي الآن، وتعود الكرة الآن، والتسديد الآن ممكن. الله 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 يا جوجاك، جوجاك! المباراة كانت وين وأصبحت وين؟ والتعادل المثير في المباراة، شوف جوجاك، شوف جوجاك! ثبت خالد عيسى، ثبت خالد عيسى! لسه مكملين مع اللعيبه المصريه المحترفه في الخارج، ومكملين مع تريزيجيه ومحمود حسن تريزيجيه، واحد من اكثر اللعيبه المجتهده في اوروبا، متالق مع فريق قاسم باشا وعامل مباريات رائعه، مباريات بيسجل اما بيصنع اما عامل مجهود جبار. قاسم باشا في مباراته الاخيره امام قيصر سبور، تريزيجيه بيشارك وبيحرز هدف لكن فريقه لم يتمكن من الفوز. تعالوا نشوف اهم اللقطات وابرز اللمسات اللي في مباراه